وانا ما كنتش عارفه انهم هيقبلوا التظلم بسرعه كده ويخرجوها اوام. ما انا هقول لها، بس اعمل ايه؟ اديك شايف هي جت من هنا ولقت فارس عيان. ازيكم يا عصافير؟ اهلا زوزو. عايز اعمل جنزبيل بالعسل بالليمون بليز. اهو الجنزبيل عندك والليمون عندك، والعسل هتلاقيه في الدرج اللي في النص. اوكي. مالك يا زوزو؟ انت كويسه؟ يا حبيبتي قلقانه عليكي. بس ايه يا زوزو، محدش بيقلق عليا خالص. امال ابوكي فين؟ ده ما سالش عنك من يوم ما جيتي. بابا ده ماله؟ طبعه مهبب. معلش، كل تأخيرة وفيها خيرة. هنشوف. هو عيان قوي. يا عيني على الحب. لا حب ايه ده؟ وانا لحقت احبه يعني؟ انا بس لما بشوفه بحس بحاجة كده يعني. بانشكاح. انشكاح رهيب رهيب يا زوزو رهيب. يا عيني. والله. حسيتك بقى تنشكحوا شوية. فاكر لما كنا بننشكح؟ ما بتردش. ما هو بالعقل كده. أنا لو قلت لها هتعمل إيه؟ هتقلق وبس. ما هي معهاش باسبور. ما هي عقبال ما تلاقي الباسبور أو تطلع وثيقة هتكون سامية ظهرت. ساعتها بقى هتضيع عليها العقد والحب. دي ما صدقت خرجت من أمه. يا سلام، يعني ايه ماليش دعوة؟ هو انا مش خالتها؟ خلاص ان شاء الله ام عبده بكره هتطمنها.